مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نصور المراه على قناتكم شوف تيفي. كيف ما كنعرفوا ان الابناء نعمه من عند الله سبحانه وتعالى ورزق كيعطيه لنا، ولكن بعض الاحيان او بعض الاباء ما كيتقبلوش هذه الفكره هذه بحجه انه ما قادش دابا على الدراري او ما عندوش الامكانيات. لذلك نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا خصوصا النساء، الى راجلك طلب منك انك تجهدي الطفل ديالك واش تقبلي ولا ما تقبليش؟ اجي نشوفوا الاجوبه ونرجعوا لكم. ولا ما نقبلش، هذه مسألة تتعلق بالدين لا انا ما نتقبلهاش. وكيف ما يقولوا رزق الله، يعني كاينين بزاف الوسائل تقدري تقنعيه بها. بصراحة قنعوه بزاف، انسان يقدري تسألي العائلة، تقدري تجيبي ليه اي حد. لا انا بعدا ما نتقبلش نطلق وما نتقبلش ننزل البيبي. حقاش الله هو كل شيء، مانيش منعصر الله سبحانه وتعالى، رزقه عند الله، الله اللي قادر به، فهمتي؟ ما نقدرش نعصى الله سبحانه وتعالى. واخا نوصل مع الطلاق اي حاجه قادر بها الله، الله هو اللي كيرزق، الله هو اللي كيعطي، الله هو القادر على كل شيء من عنده. وديما كنتوكلوا على الله، واللي مكتب لينا الحمد لله ونشكره. ما نقدر نفاصل على راجلي ونخلي ولدي في كرشي. لا اختي ما نقبلش. علاش؟ نخاف بيني وبين الله الروح هذيك، ما نقدرش نطلق. تخلي ولدك؟ ولدي ما نخليش، لا ولدي هو كل شيء. لا ما نقبلش اختي. غنطيف مع الوقت باش نكبر ولدي واخا هو ما يبغيش. نطلق ونكبر ولدي ونقريه وكل شيء، نطيف مع الوقت، ولدي هو كل شيء. لا ما نحيدوش، والرزق سيجيبو الله، ما ربي ما خلقو تغادي رزقو، ادي ايتم مع الله سبحانه وتعالى. تقدري تفرقي انت وياه ولا ما تحيديش الدري، ضروري الكبده واعره. ما كانش اللي لا ما كاينش بحالها، تسمحي في اي واحد حتى الكبدتك ما تقدريش تسمحي فيها. ما نقبلش، ما نقدرش نقتل روح بعد اول حاجه. وهذاك البيبي عطاه لنا الله، علاش غنزلوه؟ صافي الا جا ما عندنا ما نديرو، خصنا نديرو احتياط قبل. اما الا حتى صافي وقع اللي وقع ما عندنا ما ندير، ما نقدرش نحيد الطلاق وندي الدري. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا ان الاجوبه اختلفت، ولكن اغلب السيدات قالوا انهم ما يمكنش يديروا اجهاض للطفل ديالهم لان الطفل نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، وخا يضطر الامر انهم يطلقوا من رجالاتهم. وهكذا كنشوفوا ان الاطفال شي حاجه كبيره عند جميع الامهات. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.